السلام عليكم ابطال الاسكولة الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مس مريم، والنهارده هتكون حلقه التمارين، وزي ما انتم متعودين كده نجيب الكراسه والقلم وتيجوا بسرعه تحلوا معايا التمارين. تماريننا النهارده عن النظام الغذائي، يلا بينا. اول سؤال عندنا بيقول: اكمل باستخدام الكلمات المعطاه. دي الكلمات اللي معانا وعايزين نكمل بيها الاسئله دي. الطعام الذي يتناوله الشخص بانتظام هو إيه؟ قلنا الحاجة اللي بناكلها بانتظام ومتعودين عليها ومنظمين بيها حياتنا، سميناه النظام الغذائي. طيب ايه هي المكونات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة؟ قلنا المكونات اللي هي بتكون صغيرة جوه الأكل اللي احنا بناكله، سميناها ايه؟ العناصر الغذائية. طيب السؤال رقم 3: يحتاج الجسم إلى الطعام للحصول على، دي واخدينها من زمان خالص، للحصول على الطاقة. برافو عليك، يلا نكمل. اختر الأطعمة التي تفضلها لتكوين نظامك الغذائي. مطلوب منك تعمل نظام غذائي ليك، فطار، غدا، عشاء، وكمان وجبة خفيفة. أنا هعمل دلوقتي نظام غذائي ليا معاكم عشان تتعلموا إزاي تعملوا النظام الغذائي بتاعكم، بس مطلوب تبعتولي الأنظمة الغذائية اللي انتوا عملتوها على صفحة الاسكولة على الفيسبوك، اوعوا تنسوا. يلا بينا نشوف طعام الفطار وطعام الغداء. هنستخدم الأطعمة اللي قدامنا دي. يلا، في الفطار ممكن ناكل طعمية. ممكن ناكل طعمية، أنا بصراحة بحب الطعمية في الفطار. ممكن ناخد لبن، بس أنا بفضل اللبن أشربه بالليل فمش هحطه في الفطار. خبز، أكيد طبعا لازم خبز عشان نشبع، بالذات في وجبة الفطار عشان بنكون محتاجين طاقة ولسه صاحيين من النوم وهنبتدي يومنا وهنعمل أنشطة كتيرة جدا. قطعة لحمة أو دجاج، ما أظنش حد بيفطر لحمة ولا دجاج ولا حتى رز ولا مكرونة. سلطة خضراء مفيدة جدا دي في أي وقت. ده كده فطار. طيب شوف أنت بقى فطارك تحب يكون إيه. ممكن تحط معاه طبق فول، ممكن تحط معاه خبز، لبن، براحتك أنت حر. طعام الغدا، أنا عن نفسي بحب الفراخ. هحط هنا ايه؟ دجاج، قطعة طبعا دجاج مع رز او مكرونة، فانا بحب اكتر بصراحة المكرونة، هكتب مكرونة. وطبعا طبق سلطة خضراء ده اساسي لازم يكون موجود. تعالوا نكمل. في العشاء بقى ناكل ايه؟ ممكن نشرب بقى لبن، قلت لكم اني بحب اشرب لبن بالليل، وممكن كمان ناخد معاه طبق سلطة او ممكن زبادي، بس هو مش موجود هنا زبادي. ممكن ناخد طبق سلطة، السلطة حلوة ومفيدة جدا. طيب الوجبة الخفيفة بتاعتي هتكون فول سوداني وحتة فاكهة، يعني ممكن بين الفطار والغداء اخد فول سوداني، وبين الغداء والعشاء اكل قطعة فاكهة. وبكده نكون عملنا نظام غذائي متكامل لينا. يلا نشوف سؤال كمان. انظر إلى قائمة الطعام التالية ثم أجب. من الأطعمة الصحية التي تحتوي على عناصر غذائية تمد أجسامنا بالطاقة. جسمنا بياخد طاقة من إيه؟ من حاجات زي مثلا العيش والرز والخبز، دي أكتر حاجة بتدي جسمنا طاقة. يبقى نختار مين؟ في عندي هنا خبز؟ ناخد الخبز. ومين تاني؟ وبرده الرز قرص، وبرده اللحم. بالمناسبة هو كل الأكل بيدينا طاقة، بس هو الرز والخبز بيدوا أكتر طاقة أكتر. طيب نختار لوجبة الفطار ايه في دول؟ فكر كده، بص 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 وقول. ناخد جبنة، حلو. ناخد خس، تمام. يلا نكتبهم، جبنة وخس، ممكن بيض كمان. طب لوجبة الغدا ممكن ناخد لحم مع قرص، حلو جدا. طب لوجبة العشاء ممكن ناخد بيض مع خبز برضو. وهنختار كوجبات خفيفة لينا ممكن ناخد تفاح، وبرضه ممكن ناخد جزر، اوعى تاخد بطاطس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بس احنا لسه مكملين في حلقات تانية كتير، اوعوا تفوتوها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة الاسكولة على اليوتيوب. اشوفكم على خير، باي.